مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم يا غاليين في حلقه جديده من برنامج مباشر مع الجريء. وحشني كتير كتير كتير، وبتمنى لكم دائما كل الخير يا اجمل ناس في الكون. حاله من اللغط وحاجه لا من اللخبطه في الوسط الرياضي بسبب القضايا المنظوره حاليا، والتي نظرت الامس وتنظر بكره وتنظر الاسبوع الجاي والايام القادمه. كم هائل من الاكاذيب طلع هنا وهناك. فضلنا أمس، لأن أمس كان في عدة جلسات مسائية، عدة جلسات مسائية في القضايا التي تخص المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك والكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، طبعا من الصبح ومن بعد الظهر ومن قبل الفطار ومن بعد الفطار كان في ناس عمالة تقول وتطلع أحكام على مزاجها. ما علينا، الأحكام كلها صدرت بالليل، وفي حاجات طلعت الصبح، وفي حاجات لسه مش عايزين يقولوا الأحكام فيها إيه، وأنا مش عارف ليه. وبنسأل الدولة بتخططوا لإيه؟ في إيه يا دولة؟ ما الظالم ياخد جزاؤه والمظلوم ياخد حقه، في إيه؟ على كل حال، نحترم القضاء ونؤكد ثقتنا في القضاء، ولا يوجد شخص مهما كان يعتبر أن القضاء لعبة في إيديه. القضاء المصري سيظل عادل وشامخ أمد الدهر. في أواضي كتير كتير كتير، في أواضي تخص انتخابات نادي الزمالك، في أواضي تخص خالد الغندور، في أواضي تخص عبد الناصر زيدان، في أواضي تخص مستشار مرتضى، محمود الخطيب، محمد عثمان، اللجنة الأولمبية، يعني سير من الأواضي. أقول لكم ما اتخذ من قرارات وما تم تأجيله وما حجز الحكم هنقول لكم في هذا التقرير. ولكن بدء الزبد، واحنا بنبدا حلقتنا، الحلقه بنسجلها يوم الاثنين ما بين الساعه 8 و9 مساء. عارفين ان فريق قناه الهجس اليوم بيسمعونا دلوقتي والكلام هيدخل في ودانهم ويعدي من اليمه الثانيه، بس هم عارفين. واحنا بنقول لهم بلاش حمله التقطيع مع شويه المقاطيع هزاز الرؤوس اللي بتعملوها قبل ماتشات الزمالك بيوم. وبنتمنى الشخص المسؤول اللي بالغاية دلوقتي بنعتبره مسؤول بالرغم ان الدولة ما بتعتبروش مسؤول، انه ما يطلعش ويشارك هذا القطيع في التقطيع ضد نجوم الزمالك. هم نجوم الزمالك، ابيت ان شئت انت او هم نجوم، هم موهوبين، ربنا ادالهم موهبة. انتوا اي نعم ما عندكوش لا موهبة ولا عمركم تعرفوا الفرق ما بين الكرة والبطيخة، لكن ارحموا الناس المحترمة. يعني ايه بقيت تقطعوا في فريقكم؟ ده الكهرباء عامل بلاوي في النادي الاهلي، وفي حاجات بتحصل في النادي الاهلي وكل الناس واقفه معاه. انا ما اعرفش انتوا جايبينكم منين، سواء هزاز الرؤوس ولا الواد اللي كان عامل نفسه ست في التسريبات الصوتيه اللي بيقعد يهز راسه هو كمان ويبص في الساعه يقول لرئيس نادينا خلص خلص عايزين يسحروا، ولا المسؤول اللي لسه احنا بالنسبه لنا بنعتبره مسؤول ويطلع ويشارك في المهزله ويضحك عليه ويتجرجر يذبح نجومه ولاعيبته بهدف يقوده رئيس القناه الاهلاوي ومن وراءه. والحقيقه هتبان يوم بعد يوم، وهتكشفوا ان هؤلاء يخدعونا جميعا من اجل هدم نادي الزمالك. وبيستخدموا بقى ده عصبي، ده بيحب المايك، ده بيعشق للظهور، ده وده وده وده. فبنحذرهم التحذير الأخير، إذا خرجتم اليوم وقطعتوا في أي لاعب في نادي الزمالك أو أخرجتوا أجازيب، أقسم بالله القناة بتاعتكم هتتقفل هتتقفل. تحذير أخير، لا تقربوا من نادي الزمالك ولا من رموز نادي الزمالك، ورموزهم نجوم الكورة ونجوم الألعاب مش حد تاني. هتجصوا زي ما أنتوا عايزين تهجصوا، وزوا راسكم زي ما أنتوا عايزين. الأيام بيننا والدولة متابعة كل حاجة، والفتنه، واللي بيقول لك احنا القضاء لعبه في ايدينا، واللي بيقول لك احنا بنحذر الدوله اذا مش عارف ايه هيبقى في ثوره، انسوا الكلام ده مرصود والدوله مش هتسيبكم. فلموا نفسكم احسن لكم، ولعل خروج رئيس قناتكم من مجلس النواب بفضيحه كبرى اكبر دليل، ولعل فتح ملفاته كموظف صغير جاب المليارات دي منين سيكون أكبر دليل. التحذير هو الأخير.
بكرة إن شاء الله للي بيسمعوني يوم الاثنين والثلاث بإذن الله، للي بيسمعوني يوم الثلاثاء مباراة الجولة الـ15 مسابقة الدوري الممتاز. الزمالك العظيم فريقه الكبير هيلتقي مع الاتحاد السكندري في مباراة مهمة جدا 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 على استاد الجيش برج العرب. الزمالك إما يكون أو لا يكون، عارفين إن اللعيبة عندهم ظروف، عارفين إن هم ما بيقبضوش بقالهم شهور، عارفين إن في حملات لجان إعلامية وتقطيع، في تهيج على الجماهير لدرجة إن هم طلبوا من بعض الجماهير يضربوا بعض اللعيبة ويشتموهم. معروف معروف الناس اللي طلعت إشاعة وكتبت من اللجان الإعلامية المرتزقة على أم زيزو قبل مباراة هامة زي دي. تصدقوا يا إخواني يا مثقفين يا محترمين اللي بتسمعوني، إن اللجان الهمجية اللي بتدفع لها من فلوس نادي الزمالك تطلع إشاعة على إن أم زيزو توفت، توفاها ربنا يديها الصحة طبعا وطولة العمر، قبل المباراة الهامة بتاعت بكرة. يعني هم عايزين من الفريق إيه؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. زيزو أحسن منكم، وسيفيد الجزيري أحسن منكم، عمر السعيد ونيمار وجعفر وشيكابالا وأوباما والونش وطارق حامد وأبو جبل وكل الناس وعواد وكل الناس دي، وبن شرقي أحسن منكم، لأن هم بيلعبوا بموهبتهم بكرامتهم بعرقهم. أنتوا اللي يدفع يشتم، أو اللي ما يسمعش كلامنا نهيج الناس عليه. مرصودين مرصودين والأيام بيننا. ونتمنى أن نجوم الزمالك بقيادة فيريرا المدرب العنيد يحققوا الفوز بكرة، لأن الفوز ده لمصلحتكم، والهزيمة هيخلي ناس تطلع تتنطط بالليل وتسبكوا وتشتمكوا. وحسبنا الله ونعم الوكيل. الزمالك إن شاء الله يحقق الفوز. فيريرا أعلن تشكيل الزمالك أو قائمة الزمالك لمباراة الاتحاد، مكونة من حراس المرمى أبو جبل وعواد والسيد عطية، الدفاع محمود علاء عبد الغني، الونش فتوح، حازم إمام وحمزة المسلوسي، الوسط طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أشرف رؤى ويوسف إبراهيم أوباما وإسلام جابر ومحمود عبد الرازق شيكابالا وأيمن حفني ورزاق سيسي وسيد عبد الله نيمار وسيف جعفر وأحمد سيد زيزو، وفي الهجوم عمر السعيد وسيف الدين الجزيري. الزمالك بدأ معسكر مغلق بالإسكندرية من الاثنين، وبيخوض تدريبه الأخير على ملعب وفندق الخط. قبل ما ندخل على خبر حلو واحتفالية كبرى وكلام كلنا فرحنا بيه، بعض الناس بتقول لي انت ما اتكلمتش ليه عن موضوع شيكابالا. اقول لهم ما اتكلمتش ليه عن موضوع شيكابالا. اولا شيكابالا بيساند كل الالعاب الفرق الجماعيه، وده مش عشان الظهور ولا عشان يطلع يتكلم في ميكروفون ولا عشان يقول، عشان هو بيعشق نادي الزمالك، وشيكابالا عاشق نادي الزمالك واسطوره من اساطير الزمالك غصبا عن المتعيس. شيكابالا الجمهور هتفلو، قام يسقف للجمهور، فابتدى الجمهور يهتف الجمهور المأجور، لان دي ناس داخله بالاسم ومدين لهم التذاكر بالاسم ومعروف، ابتدوا يشتموا في النادي الاهلي، فشاور لهم بايديه قال لهم لا لا وراح قعد. استغل البعض الموقف، وبقول لكم مين اللي استغله، اللي استغله اصلا لجان اعلاميه مدفوع لها من داخل الزمالك للتهيج ضد شيكابالا، لانهم عايزين يصفوا حسابهم مع شيكابالا. شيكابالا ده اللي راح قعد مع فلان وخلى فلان يدي مكافأة الدوري للعيبة وخدهم في مش عارف معهد أورام ولا معهد إيه، معروفة يعني، معروفة الحركة الواطية. وقالوا للجمهور استغلوا الفرصة دي عشان تهيجوا جمهور الأهلي على شيكابالا، وقد كان. لكن أنا بقول الحقيقة إن شيكابالا لما ابتدوا يشتموا في الأهلي شاور لهم بإيديه وقال لا وراح قعد وبعد. فشيكابالا ليس هو سبب في تهيج الجماهير، الجماهير دي مدفوع لها ومعروف مين اللي دفع لهم ومأجورة. وليه بيعملوا كده؟ عشان يوقعوا شيكابالا ويوقعوا الزمالك ويوقعوا البلد في مشاكل كبيرة، عشان يهددوا البلد. شوفوا اهو، شوفوا اهو هتولع في زني. فشيكابالا مظلوم يا جماعة، ودي شهادة حق. حضراتكم تقولوا زي ما انتوا عايزين، جمهور الاهلي يقول زي ما هو عايز، انا بقول الحقيقة شيكابالا في هذه المرة لم يستدرجوه لحركة ولا لفظ ولا اي حاجة ضد النادي الاهلي، وده شيكابالا المحترم. وعايز جمهور النادي الاهلي ما ينساش ان في حادثه بورسعيد اول واحد تبرع شيكابالا، يعني عشان برضه ايه الايام دول، وسيبكم الناس اللي بتهيج عشان ما يبقاش في رموز، سيبكم الكلام ده، والله هيتحاسبوا هيتحاسبوا. فالقصه دي منتهيه. نيجي بقى نحتفل ونفرح مع بعض. الزمالك بيستعيد لقب فقده 7 اقوام، حيث توج الفريق الاول لكره الطائره بنادي الزمالك ببطوله الدوري الممتاز للموسم الحالي 2021 2022 للمره رقم 27 في تاريخه،
وذلك عقب تغلبه على الاتحاد الاسكندري 3-0 في المباراه التي اقيمت على صاله النادي بالعاصمه الاداريه. يعني الزمالك حقق اللقب الغائب بعد غياب 7 اعوام وتوج بلقب الدوري، وشيء رائع جدا. كان اخر مره فازوا في 2014 2015، انجاز يحسب لرجال ونجوم الكره الطائره في نادي الزمالك، اللي برضه ما قبضوش فلوس وهم واخدين مكافئات حتى الان وما خدوهاش. نتمنى الناس اللي بتقول وعد من بقها تصدق الوعد، ونشوف بعينينا وهم بيستلموا المكافئات، مش قاعده عرب وتعالى لي بقى حصلني على المكتب. لا خليكم، يعني الناس خلاص بقت فاهمه، كسبوا النهائيه. الرجاله دول رجاله، مش هو من 2014 عشان ايه تبقوا فاهمين، من 2014 ما خدوش اللقب، 2014 2015 فازوا باللقب بعد غياب 7 اعوام. وطبعا 7 اعوام يعني في المجلس اللي مجلس مرتضى منصور اللي مكان يعني اتاخد منه سنه من مدته، وبعدين اللجان، وبعدين هو المجلس الجديد. وفي عهد المجلس الجديد بيحقق الفريق، طبعا الفريق في شغله وفي لعيبه محترفه وحاجه جميله جدا، وفي ناس محترمه. حضر المباراه احمد مرتضى منصور، احمد دعبس عضو مجلس اداره، المستشار احمد جلال ابراهيم نائب رئيس النادي السابق ورئيس اللجنه القانونيه الحالي، علاء فهمي رئيس قطاع كره الطائره، ومحمود عبد الرازق شيكابالا نجم الزمالك وكابتن الفريق الاول، وعمرو زكي لاعب الفريق ونائب رئيس قطاع الناشئين، وذلك لدعم الفريق. الفريق بيقوده اشرف رشاد مدير فني، ومعاه وليد عبد العال مدرب، واحمد عبد العزيز مدرب احمال، وحاتم قنديل مدلك، واحمد شعبان اداري. فريق محترم جدا وكوكبه محترمه جدا. سؤال بس المستشار مرتضى منصور، لا طايره ولا يد ولا كره بتحضر لهم ماتشات ولا انتصارات، هل انت ممنوع من الظهور وحضور المباريات؟ هل انت ممنوع من الوقوف على منصات التتويج واستلام درع الدوري للفرق؟ مش شايفين ان مرتضى منصور واضح ان في حاجه مش مظبوطه، ما بيظهرش في الحاجات دي خالص، ولكن مثلا بيظهر في حاجات تانية ملهاش اي قيمه. فنتمنى نعرف الحقيقه. الشفافيه الشفافيه الشفافيه، بطلب منه بوضوح، في حد منعك من الظهور؟ لو انت مش قادر تتكلم احنا بنقدر نتكلم، احنا رجاله قوي 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 وما فيش بيننا وبين اي حد صفقات، والاخر نفس عمرنا هنقول الحقيقه بصدق بلا كذب، بصدق بلا كذب. هل انت ممنوع من حضور واستلام البتاع؟ هل في قرار عليك؟ هل في اتفاق بينك وبين الوزير حوالين هذا الموضوع؟ ارجو الرد بشفافيه، اكرمك الله. فلوحظ ان في انتصارات كتيره لفرق النادي وانجازات كتيره، حتى هو كان في مره طلع ووعد قال هكون مع فريق في حفل تتويج وما حضرش، يعني من ضمن وعوده اللي ما بينفذهاش انه ما حضرش هذا الوعد. وبنحقق يعني انتصارات احلى من كده هتظهر امتى؟ هل انت ممنوع من حضور المباريات؟ هل في قرار رسمي؟ هل في حكم محكمه؟ هل في توقيع في ملف العوده ان انت ما تظهرش؟ دي حاجات عايزين نعرفها، واحنا بنقول احنا رجاله نقدر ندافع عن اي حد في اي وقت، رجاله. سيبك من القبيضه اللي انت بتعملهم بتقبضهم كده، وسيبك من تموره وجعوره اللي بتعمل معاهم صفقات. احنا شيء نضيف شيء نزيه، والايام اعتقد اثبتت لك كده، والناس اللي بعتهم هنا وهنا وهنا اثبتوا لك برضو كده. انا هاجي في وقت هحكي طبعا بالتفاصيل على شويه الامامه اللي كان بيجوا يعرضوا حاجات ويتططوا، واللي يبعتوا واللي عايزين نقابل واللي عايزين نصرف. انا بقول لهم شويه الامامه، لان اللي ما يعرفوش قيمه اللي بيكلموه كان احسن لهم يتلم. على كل حال ندخل بقى في القضايا، اصل القضايا كتير قوي. نبدا مثلا بقضيه حارس النادي الاهلي اللي بتتباع مقتنيات فيلته في المزاد العلني، وشيء مؤسف جدا ان حارس المرمى الاهلي محمد الشناوي تبتدي تنزل اعلانات عن بدء عرض مقتنيات فيلته في المزاد العلني. الاخ وليد عبد الهادي وكيل اعمال اللاعبين وصاحب الحجز او الحكم بالحجز على مقتنيات فيلا محمد الشناوي حارس مرمى النادي الاهلي ومنتخب مصر، قال ان المحكمه رفضت الاستشكال اللي قدمه الحارس على الحكم بالحجز على مقتنيات الفيلا الخاصه به. وكان في ديسمبر اللي فات حصل وليد عبد الهادي على حكم نهائي بالحجز على مقتنيات فيلا محمد الشناوي على خلفيه عقده في الحصول على نسبه 10% في صفقه انتقال الحارس الى صفوف الاهلي من بتروجيت بقيمه 1,600,000 جنيه مقابل عمولته، بالاضافه 50,000 شرط جزائي. محكمه القاهره الابتدائيه قضت في جلسه 31/3 برفض استشكال الشناوي واستمرار في التنفيذ لصالح وليد عبد الهادي.
الأزمة بين الحارس الشناوي وعبد الهادي اللي هو وقت طويل واستمر تقريبا 5 سنين، وما مش عارف الشناوي ليه مصر اللي ياكل حق الراجل، ما تدي له حق، انت مش قادر اي حد من النادي الاهلي يدي له حق، اي اعلان اي بتنجان اكل الحقوق ده بقى عندكم كده ايه، واحد في نادي الزمالك مش عايز يقبض اللعيبه ولا اللعيبه واكل حقوق، واحد في الاهلي بياكل حقوق الوكيل اعماله، واحد مش عارف فين بياكل حقوق، ايه القصه دي؟ ايه قصه اكل الحقوق؟ في ايه؟ حتى يا اخي لو حاسس ان هو ظالم ده ربنا هو اللي عليه الرزق، اعطيله اعطيله، ده ما يجيش مكافاه ماتش ولا ماتشين ولا بتاعتين يا عم شناوي، خلي ربنا يكرمك ويحفظ لك جسمك ويحفظ لك سكتك ويحفظ لك طريقك. على كل حال انا ما بحبش اكل الحقوق، وعارف ان غضب ربنا بيكون شديد على اكل الحقوق. دي بالنسبه لقضيه الشناوي، وعلى ما علمت ان ابتدى الاعلان عن بيع مقتنيات الشناوي في المزاد العالي بعد خلاص اخر استشكال عمله الشناوي اترفض واصبح الامر نهائي. بلاغ للنائب العام ضد خالد الغندور، تقدم محمد رشوان محامي النادي الاهلي ببلاغ للنائب العام ضد الكابتن خالد الغندور كابتن نادي الزمالك والمذيع في قناه الزمالك الحاليه، بيتهموه بنشر اخبار كاذبه بسبب مباراه الاهلي والرجاء المغربي التي اقيمت السبت الماضي وفاز الاهلي فيه. كتب رشوان اليوم، قال قام المدعو خالد محمود عبد الحميد الغندور وشهرته خالد الغندور بارتكاب جريمة نشر الأخبار الكاذبة المعاقب عليها بنص المادة 188 من قانون العقوبات، وكذلك جريمة تجدير الأمن والسلم العام، وكذلك الجرائم المنصوص عليها بنص المواد 25 26 27 من قانون 175 لسنة 2017. أضاف قام بنشر أخبار مفبركة عبر الصفحة الخاصة به على مواقع التواصل تناولت تصريحات منسوبة لحكام مباراة الأهلي والأهلي المصري والرجاء المغربي التي أقيمت على ملعب الأهلي والسلام بالقاهرة مساء 16 إبريل 2022 في خضم تصفيات دوري أبطال إفريقيا، قاصدا بذلك استثارة جمهور الرجاء المغربي وشحنه ضد بعثة النادي الأهلي التي ستخوض مباراة العودة برئاسة رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب والبعثة الرسمية واللاعبين، مما قد تسبب في هجوم الجماهير المغربية على البعثة وتعدي عليها قولا أو فعلا. وأتم تقدمت اليوم بلاغ رسمي ضده إلى معالي دولة النائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية حيال إحالة الشكوى في إعادة التحقيق للتحقيق العاجل. ده نص الشكوى اللي قالها مستشار النادي الأهلي أو محامي النادي الأهلي محمد رشوان. وأنا مش عارف، أنا ما شفتش الغندور كتب إيه، ولكن أنا متابع الغندور بقاله فترة بيحاول يستثير جمهور النادي الأهلي يشرب بتاع لونه أخضر بعد الهزيمة من المصري، يعمل حركات بايخة ردود بايخة، الهدف إيه؟ معرفش. الغندور بيحاول يوصل رسالة لحد معين، أهو أنا يعني بهيجهم، يعني ما يعني أنا شايف إن هو أسلوب قميء. خلينا في حالنا وخلينا في نادينا وخلينا في ظروفنا وخلينا في العك الإداري اللي عايش في النادي وخلينا في الظروف الصعبة اللي بيمر بيها فريق الكورة، وحاول ترجع خالد الغندور بتاع زمان اللي بيتكلم في الفنيات وكإعلامي بيكون محايد، أما الدخول في صراع مع الجانب الآخر لإرضاء سيدك وتجرسك حاليا فده هيوقعك، ومفيش لقمة عيش بتتغمس بالوساخة وتكون طعمها حلو. وليه؟ خلينا في حالنا وخلينا في فار بتاعنا وخلينا في نادينا وخلينا في مشاكلنا، ولا تجرجر لدخول في مشاكل أخرى مع آخرين بالوكالة. ده احنا غلطنا فيه زمان واحنا بنجيلك نصيحة دلوقتي، اتجرجرنا في مشاكل مع آخرين بالوكالة وأول حد الطعم فينا احنا. انا بقول لك خلي بالك، خليك اعلام نظيف وخلاص، لك كل المحبه مني كابتن خالد الغندور. من ضمن القضايا كمان اللي معانا اليوم في قضيه دعوه حل اللجنه الاولمبيه وبطلان دعوتها للانتخابات، حيث قضت الدائره الثانيه محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله عدم قبول الدعوه المقامه من ايمن محفوظ المحامي بالنقد، يطالب فيها بصفه مستعجله ببطلان الدعوه لانتخابات اللجنه الاولمبيه ووقف تلك الانتخابات. يعني ما فيش قبول لطلبه. الراجل طلب في الدعوة رقم 20664 لسنة 76 قضائية، اختصم وزير الشباب والمهندس هشام حطب، وقال إن اللجنة الأولمبية بدأت بسرق طلبات ترشيح الانتخابات وحددت لها يوم 23 إبريل
رغم وجود بلاغ مقدم منه النائب العام وطالب بحبس هشام حطب مقيد برقم كذا، وبلاغ قيد التحقيق بنيابة مدينة نصر بعد كارثة الاتحاد الفروسية وسقوط تعاطي أحد اللاعبين لمخدر الحشيش وحل الاتحاد الذي يرأسه حطب وفقا للدعوة. وقال كيف يكون حطب معرضا للحبس مما يفقده شرط حسن السير والسمعة، كما يوجد العديد من علامات استفهام حول عقيدة حطب من حيث المؤهلات العلمية والفنية لشغل هذا المنصب و و و و إلى آخره. المهم المحكمة رفضت و يعني حطب الأمور معاه مشي. نيجي لقضايا المستشار مرتضى منصور اللي أثارت الجدل خلال الساعات الماضية. واحد يطلع يقول هو واخد براءة، واحد يطلع ياخد أحكام، واحد الصبح بدري يطلع أحكام المحكمة يسربها، نتصل بالمحكمة يقول لك لا القضاضي سيتم بحثها في الجلسة المسائية. حصلت أحداث كتير. برضو المستشار مرتضى منصور حصل معاه مواقف بايخة بس مش هنحكيها. القضاضي كتير قوي، وخلينا نقول الأحكام بالظبط اللي وصلت لنا، وفي بعض الأشياء مؤجل الإعلان عنها. أولا غرامة المحكمة مرتضى منصور 10,000 جنيه بالإضافة ل10,000 جنيه تعويض ورفض الدعوة المدنية المقابلة في القضية رقم كذا جناح العجوزة المقام محمود الخطيب رئيس الأهلي ضد مرتضى منصور. يعني في هنا 10 و10 ده على سبيل التعويض، خلي بالك يعني لسه بعد كده في أمور تانية في التعويض. كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 10,000 جنيه بالإضافة ل10,000 جنيه تعويض ورفضت الدعوة المدنية المقابلة في قضية رقم كذا 24790 لسنة 2021 جناح العجوزة المقام محمود الخطيب ضد مرتضى منصور. يعني دلوقتي في 20,000 في القضية الأولانية غرامة، في 20,000 في القضية الثانية غرامة. كما غرمت المحكمة مرتضى منصور 15,000 جنيه بالإضافة إلى 10,000 جنيه تعويض في القضية كذا كذا المقام المستشار محمد عثمان المستشار القانوني النادي الأهلي ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقصف، هذه غرامة كمان 25,000 جنيه. في القضية الرابعة غرمت المحكمة مرتضى منصور 15,000 جنيه بالإضافة إلى 10,000 جنيه تعويض في القضية رقم كذا لسنة كذا جناح جوزة مقام من برضو محمد عثمان المستشار القانوني النادي الأهلي ضد مرتضى منصور عن وقائع سب وقصف. دي الأحكام اللي طلعت من المحكمة يا جماعة حتى الآن بكل شفافية وحيادية. أي حد كتب غير كده أو أي حد نشر غير كده أكاذيب. المحكمة بصوا قررتها عشان نبقى الأمور واضحة ومفهومة. غرمت المحكمة في الأربع قواضي مرتضى منصور كذا بالإضافة إلى مبلغ كذا تعويض، يعني مرة عشرات ومرة 15,000 تعويض في القواضي كذا، ورفضت الدعوة المدنية المقابلة. يعني غرامة غرامة رفض دعوة مدنية. دي القرارات بتاعت الأربع قواضي، ودي بتبقى أحكام بدائية وبعد كده بيبقى فيه مواضيع تانية ليس في غنى عنها. مرتضى منصور كان في 7 قواضي سب وقصف امبارح الأحد في محكمة جناح العجوزة. 7 قواضي مش الأربعة بس دول، 7 قواضي من ضمنهم بتاع طارق جميل طارق جميل سعيد المحامي، ودي خد فيها براءة على حد قول المقربين يعني من المحكمة. وكان في قضية شوبير يقال ان مرتضى منصور كمان خد فيها سب شوبير خد فيها براءة، لكن لم يترأى القناة الجريء التأكد من صدق المعلومة. ولكن اقول لكم مستشار مرتضى منصور قال ايه، فكل اللي وصل لنا على قضية طارق جميل خد فيها مستشار مرتضى منصور براءة، في قضية شوبير خد فيها براءة، في قضية تانية اللي هي ما قلناهاش في الأربعة قلنين وبرضه ما تأكدناش من حقيقتها، تغريم مرتضى منصور 50,000 جنيه قضية سب وقصف الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي والمستشار محمود عثمان. الأربعة الأولين احنا تأكدنا منهم من المحكمة، الثلاثة التانيين دول لم يتأكد لنا، اللي هم فيهم 2 براءة بتاعت طارق جميل وبتاعت شوبير اللي كان رافعين على مرتضى منصور، والقضية الثالثة بتاعت محمود الخطيب لم نتأكد من المحكمة. يعني خدوا الكلام مني كده، ولكن بعض الإعلاميين تواردوا الأخبار. في قضية كمان كانت بتاعت سب وقصف أقامها مرتضى منصور ضد واحد اسمه عبد الناصر زيدان، واتأجلت لجلسة 24 إبريل جاري للنطق بالحكم. وأعتقد إن هيكون مرتضى منصور قدم امبارح أو محامي أو أي حد
تنازل عن القضيه فيطلع في مثلا زيدان، وراى لان في حاله عشق وحاله حب حاليا بين عبد الناصر زيدان وبين مرتضى منصور، ويتبادلوا الدباديب والورود الحمراء، حاله حب كبيره، وتناسى مرتضى منصور اللي كان عماله بيقول عليها ساقط يا ساقط يا ساقط يا ساقط، واللي عمله بس 350 ساعه من اجل سقوطه في دائرته، كانوا عاملين بس من اجل من يتغمر نفسها من اجل سقوطه. دلوقتي مش المصالح بتتصالح، ده السفاله بتتصالح. دلوقتي في حاله عشق، اعتقد ان ممكن يكون الاستشاري مرتضى منصور قدم تنازل، وهو براحته طبعا، يعني هو مره يقول على الساقط ويتنازل مره، ده شيء يخصه يعني، ما يخصناش احنا، ولكن في البدايه والنهايه بنفكره ان انت رسبت في انتخابات مجلس الشعب في دائره ملغم، ليس بالتزوير، ولكن كان في ناس مرتبه الامور صح. نيجي بقى مرتضى منصور نفسه قال ايه عالي القضايا، يعني احنا بنقولنا دلوقتي اللي وصل لنا حقيقي من المحكمه، اللي بعدين قلنا نمره اثنين اللي تناولته بعض الزملاء في وسائل الاعلام. نمره ثلاثه نقول مرتضى منصور قال ايه عن نفسه في القضايا. اعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك حصوله على حكم بالبراءه في قضايا محمود الخطيب ضد النادي الاهلي، على الرغم من خروج العديد من التقارير الصحفيه تؤكد ان وصلت الغرامات ل 90,000، واحنا اتاكدنا من ثلاث قواضي بالفعل ان خد فيهم مرتضى منصور يوصل الرقم ل 90,000 بالفعل. لكن المستشار مرتضى منصور كتب على صفحته انه خد براءه. هقول لكم كتب ايه بالظبط. كتب مرتضى منصور رئيس الزمالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي وهو يسال عن اللي كتبه، مش احنا ما بنسالش، احنا بننقل الحقائق بس. قال براءه المستشار مرتضى منصور من تهمه سب الخطيب، وكان محمد عثمان محامي محمود الخطيب تقدم بحوالي 40 بلاغ هو ومحاميه وبعض اتباعه ضد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، اتهمهم فيها بنشر اخبار كاذبه ضده، حيث اعلن المستشار مرتضى ان محمود الخطيب كذا 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 كذا، انتوا عارفين القصه اللي بيرددها المستشار 100 مليون مره، واتهم فيها محمود الخطيب مش عارف ايه، واتهم فيها المستشار ايه، ومرتضى منصور بقى كاتب نفس الكلمات، والاخ بتاع السعوديه ده سيد تركي، والساعات والحاجات دي ومش عارف ايه، وبيأكد مرتضى منصور في نهايه الكلام بتاعه لانه دش كتير انا في غنى ان انا ارى كله، قال بيقول يعني وبناء على ذلك صدرت عده احكام نهائيه براءه المستشار مرتضى منصور وحكمين بتغريمه 10,000 جنيه جاري استئنافهم يحيى العدل. يعني حتى مرتضى منصور بيؤكد ان في حكمين بغرامات عليه وهو جاري استئنافهم. احنا اتاكدنا مليار في الميه ان في ثلاث احكام، الاحكام الثانيه 3 من 7 ما اتاكدناش، ولكن احنا ممكن في خلال الساعتين القادمه نجيب لكم التفاصيل. كمان المستشار مرتضى بياكد ان في حكمين بتغريمه 10,000 جنيه وانه هيستأنف ويحيى العدل، لان في مصر القضاء لا يعترفون وان هناك في مصر من هم فوق القانون ولا يعترفون بالخطوط الحمراء الذي توهم البعض انها حاميه حمايه حصلنا لهم ولا اصدقائهم. انتهى الدرس. ده كلام المستشار مرتضى منصور، ولكن قضاء مصر طبعا ارفع بكثير من اي كلام. كمان كان في دعوه مهمه جدا او قضيه مهمه جدا حول بطلان انتخابات نادي الزمالك، حيث قررت محكمه القضاء الاداري بمجلس الدوله احاله الدعوه المقامه من المحامي كمال شعيب وكيلا عن احمد سليمان المرشح لمقعد الرئاسه، طلب فيها بطلان انتخابات نادي الزمالك التي اجريت يوم 11 فبراير. المحكمه قررت ايه؟ إحالة الدعوة للمفوضي. اختصمت الدعوة التي حملت رقم كذا لسنة كذا وزير الشباب والرياضة والآخرين، وطلب المحامي في دعواه وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن أعمال سلطتها الإشرافية والرقابية على الهيئات الرياضية لإعلان بطلان انعقاد الجمعية العمومية نادي الزمالك للألعاب الرياضية المنعقدة بتاريخ 11 فبراير الماضي، مما ترتب عليه من آثار أخصها بطلان تشكيل مجلس إدارة و و و و وحشو وفارق برضه لسنا في غنى عنه، وطلبوا بانتداب لجنه ومش عارف ايه. على كل حال الموضوع اتنقل دلوقتي للمفوضيه. اذا المفوضيه ففي وقت طويل لسه، في طويل، ويعني قصص انت عارف زي قصص القواضي اللي كنا بنتابعها قبل كده واتحالت للمفوضيه. اذا يوم عصيب جدا 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 من القضايا في اللي تخص نادينا العظيم نادي الزمالك. قلنا لكم كل حاجه بشفافيه ووضوح، قلنا لكم الاحكام اللي احنا اتاكدنا منها. البعض ينشر الاكاذيب،
البعض له هدف ولكن يجب ان نتوحد جميعا في هدف واحد، هو انقاذ نادي الزمالك والعوده للنزل. في حاجات مبهمه ومحدش هيقدر يتكلم فيها ولا حد يجرؤ من الناس الابيضه او اللجان الاعلاميه او انه يتكلم فيها، احنا بنقدر نتكلم فيها. زي ايه؟ زي لماذا مرتضى منصور ممنوع من التوقيع على الاوراق والشيكات حتى الان في نادي الزمالك؟ هل هو رئيس النادي ام هو في اتفاق او في حاجه لمنعه؟ ثانيا، لماذا لا يحضر المباريات كره القدم؟ هو عاشق للظهور وعاشق للتصريحات بعد المباريات، لماذا هو ممنوع من الحضور؟ ما يطلعليش حد بالوكاله ولا حد يبعت لها الخاص ولا واحد شمام يتكلم ويرد، لا، مرتضى منصور هو اللي يرد. هل حقيقي انت ممنوع من حضور المباريات؟ واذا حضرت المباريات هتحصل عقوبات على نادي الزمالك؟ لماذا لا تحضر للسلام الدروع والكؤوس اللي بيحققها ابطال نادي الزمالك؟ لماذا لا توقع حتى الان على الاوراق وعلى الشيكات؟ لماذا تم التضحيه بهدهود؟ انا كنت عارف ان هو مظلوم ولصالح مين؟ لماذا الشخص اللي انت جايبه اسمه وهدان ده عضو مجلس الاداره وهو اللي بيوقع الشيكات؟ ليه هو اللي بيوقع الشيكات؟ ليه؟ لماذا لم يتم تعيين الاستاذ الاعلامي الكبير الاستاذ خالد لطيف رئيسا لقناه الزمالك؟ دي اسئله مشروعه كل الناس بتسالها، حتى اقرب الناس اليه بتسالها، ولما مكلمهم ما هو كده، هو بقى يعني هو عايز ولاده يبقوا هم ظاهرين على طول. يا سيدي، ولادك هيظهروا بالاعمال وليس ما تكرهش الناس فيهم. على كل حال، الزمالك سيظل عظيما والاسماء تذوب وتتراجع وتنتهي، ويبقى اسم الزمالك. كم من رؤساء عظماء سطروا التاريخ في نادي الزمالك، كم من نجوم لعبوا كرة القدم وسجلوا وأحرزوا للزمالك، كم من مدربين، كم من فطاحل في الإدارة، كم وكم وكم، أين هم الآن؟ تحت التراب، وبقى اسم الزمالك هو اسم الباقي. إذا أردت أن يخلد اسمك فبالصدق والصراحة والحب وعدم الشلالية وعدم اللجان الإعلامية والحب الحقيقي لنادي الزمالك، والحب هو الباقي وليس التخريب والتطفيش وذبح النجوم. محبتي وتقديري لحضراتكم، الكثير من القضايا والملفات تحتاج للوقت، ولكن نعرف المجموعة المثقفة المحترمة جدا اللي بتابع قناة الجريء بيفهموا ما بين السطور. بحبكم من قلبي وأراكم على خير يا أجمل ناس بكم.